الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم ب21 مليون شخص بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي، في حين يظل عدد ضحايا الاتجار بالبشر غير معلوم. فإن تقديرات تشير إلى حقيقة أن ملايين البشر حول العالم لا يزالون في ربقة هذه الممارسات المشينة. هذه الظاهرة تهم معظم دول العالم تقريبا، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد. دعونا نشاهد بعض المعلومات حول هذه الظاهرة ثم نبدأ النقاش. وأرحب مجددا بالأستاذ مينا ثابت معنا في الأستوديو، كما أرحب عبر الهاتف ينضم إلينا نور خليل الباحث في شؤون اللاجئين والهجرة. مرحبا بك نور. أبدأ معك، هذه الظاهرة لا تهم مصر، هي تهم معظم دول العالم تقريبا، ولكن كيف هو الوضع الآن في مصر فيما يتعلق بهذه الظاهرة؟ عن ماذا نتحدث عندما نقول الاتجار بالبشر؟ مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وباستاذ مينا. بدايه لو هنتكلم عن جريمه الاتجار بالبشر، فبشكل عام انتوا ذكرتوا المعلومات الخاصه بيها، فاحنا هنتكلم في مصر تحديدا. نعم. بالنسبة لمصر شوية، جريمة الإتجار بالبشر هي مرتبطة بشكل كبير بجريمة الهجرة غير الرسمية اللي بتتم عن طريق مصر، واللي مستمرة من التسعينات لحد دلوقتي. مصر دولة بتطل على البحر المتوسط، لها حدود مع دولة السودان، لها حدود مع دولة ليبيا. نظرا للصراعات اللي حصلت في أفريقيا في مطلع الألفينات، ابتدى أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب التوجه ناحية مصر، سواء للاستقرار بها كدولة لجوء أو للعبور منها للبحر المتوسط والانتقال لأوروبا، أو العبور عن طريق سيناء للانتقال لإسرائيل. في فبراير 2014 منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقرير متعلق بالإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر. وفي خلال التقرير ده اتهمت المنظمة مسؤولين أمنيين في مصر وفي السودان متورطين في حوادث هجرة أشخاص إريتريين وتعذيبهم في شبه جزيرة سيناء. نعم. التقرير وثق 29 حالة، بعضهم نقل تم تعذيبه في السودان وبعضهم تم تعذيبه في مصر. حتى الآن مفيش رد عن ما أصدره التقرير من 2014 لحد دلوقتي. لو بصينا للقوانين الداخلية المتعلقة بالموضوعين، سنعود لهذه النقطة نور. دعني أشرك معنا الأستاذ مينا ثابت هنا في الاستوديو. برأيك يعني هذه الظاهرة بطبيعة الحال هي لا تقتصر فقط على مصر، هي ظاهرة عالمية موجودة حتى في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل الدول تقريبا، ولكن عندما نتحدث عن مصر، ما هي العوامل التي ربما تساهم في انتشار هذه الظاهرة برأيك؟ هو أنا بتفق مع نور في فكرة الموقع الاستراتيجي لمصر. الحقيقة هو مصر ممكن تعتبر يعني أنها دولة معبر، ما هيش دولة مقصد زي ما أشار التقرير. هو مصر بتعتبر زي دولة معبر، يعني
ومصر بتتصدى يعني في صدر القارة الأفريقية، وفي كتير من الصراعات اللي حصلت أو صراعات والنزاعات المسلحة اللي حصلت في أفريقيا، أفريقيا الوسطى وما إلى ذلك. فكان في كتير من الناس بتحاول تهرب من جحيم الحروب وجحيم النزاعات الأهلية الموجودة، ومن أغلب من إريتريا ومن جامبيا ومن أكثر من دولة ولكن هل الموضوع موجودة أفريقية. يقتصر فقط على تهريب المهاجرين غير الشرعيين؟ التجار بالبشر أيضا يشمل ربما، لا لا بيشمل حاجات كتير يعني التجار بالبشر في المجمل. نعم في المجمل يعني بيشمل عمل الأطفال، العمل السخرة المنزلية، السخرة، مش بس التجار حتى بس بالأعضاء أيضا، لأن الموضوع مختلف. نعم لكن عمالة بالسخرة، وهو نوع نعم. من العبودية الجديدة بيسموها حتى العبودية الجديدة مودرن سليفري. فالأنماط اللي احنا بنشوفها مختلفة كتير جدا. في برضه الإتجار بالأعضاء، وفي العبودية الجنسية أو sexual slavery. ففي كثير من الأنماط الموجودة، مش بس الهجرة غير الشرعية. نعم. ولكن الهجرة غير الشرعية هي يعني أحد الوسائل اللي بيتم خلالها، وربما هي الظاهرة الطاغية الأكثر، الانتهاكات اللي بتظهر في موضوع الإتجار بالبشر. طيب. ودي موجودة أيضا في دول آسيا وشرق آسيا، وموجودة أيضا في دول شرق أوروبا. طيب أعود إلى الأستاذ نور خليل من القاهرة، تحدثت عن الجوانب القانونية، برأيك هل الدولة المصرية تقوم بما يجب قانونيا وقضائيا أيضا لمكافحة هذه الظاهرة والضرب بقوة على أيدي يعني كل من يقوم بالتجار بالبشر ويتورط في هذه الظاهرة؟ هو احنا ما ذكرناش بشكل تفصيلي الوضع القانوني بالنسبة للقضية. نعم. لو اتكلمنا عن القوانين المتعلقة بالموضوع، فاحنا عندنا قانونين، اللي هو القانون رقم 5 لسنة 2010، والقانون رقم 64 لسنة 2010 برضو، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر. القوانين هي غلظت العقوبة، لم تعتد برضا المجني عليه، وجد تنويه للضمانات للضحايا. لكن لو بصينا على المادة 27 من القانون، بتقول إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا، والجزء ده بيخلي ما فيش إلزام خالص على الدولة إن هي تساعد الضحايا أو إن هي تأهلهم. فالجزء ده لو تحول لتعويض الضحايا عن اللي حصل لهم، إن الدولة إجرائيا تتعامل مع الضحايا على إن هم المقبوض عليهم في عمليات الإتجار بالبشر، على إن هم ضحايا مش إن هم متهمين. لو بصينا خلال الفترة اللي فاتت في قضايا بيتم اتهام الضحايا فيها زيهم زي المتاجر أو زي المهرب، وبيتم تقديمهم أمام المحاكم، بيتم احتجازهم في ظروف احتجاز سيئة دون مراعاة للمعاناة اللي هم مروا بيها. القانون ما حددش نظام مسؤولية تجاه الضحايا وتعويضهم من قبل الدولة خالص، هو اتكلم عن الموضوع بشكل عام. يعني يوجد ما حددش ضمانات، يعني يوجد ربما يعني النص القانوني ربما غير كامل وغير قادر على استيعاب ومكافحة هذه. لا هو ما فيش نظام إداري بيحدد المسؤولية من الدولة تجاه الضحايا أو وتعويضهم. يعني مش علشان في سبيل مكافحة الجريمة، وإن هي صعبة جدا وده مرتبط بدول تانية حوالينا ومرتبط بظروف إقليمية ودولية، إن يتم الاعتداء على الضحايا أو يتم انتهاك حقوقهم سواء في مراحل التقاضي المختلفة زي ما ضمنت الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، اللي من ضمنها أو على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2002 والبروتوكولات الثلاثة اللي لحقت بيها. مصر موقعة على الكلام ده، الاتفاقيات لم تجرم لم تعتبر الضحايا مجرمين، وإنما اعتبرت الأشخاص اللي تم الإتجار بيهم هم ضحايا يجب التعامل
التعامل معاهم بناء على وضعهم الخاص اللي هم مروا بيه خلال الظروف الصعبه اللي عاشوها. عندنا برضو لو قلنا ان جزء من عمليات الاتجار بالبشر بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت بيتعرض لها لاجئين او مهاجرين بشكل اكبر، وده مرتبط شويه بان المهاجر بشكل غير رسمي بيكون مرفوع عنه كل اشكال الحمايه القانونيه، فده بيعرضه لكل اشكال الاستغلال. فهنلاقي ان العدد الاكبر من اللي بيتعرضوا لده في مصر خلال الفتره اللي فاتت هم اللاجئين او طالبين اللجوء او المهاجرين غير الرسميين القادمين من اجل الحصول على فرص اقتصاديه. فعندنا القانون رقم يعني القانون يتعامل 16. نعم القانون يتعامل مع الضحيه تماما كما مرتكب الجريمه حتى الان. دعني اعود ليس في العقوبه، انا بتكلم عن الاجراءات اللي بتتم. نعم. بتتم انما في العقوبه نفسها لا، هو في تجريم، في تغليظ للعقوبه على المجرمين وما فيش عقوبات. نعم. على نعم. لكن نتحدث لحد ما نوصل لمرحله البراءه بقى والمحكمه تحكم بالبراءه، المجني عليه بيتم حجزه في ظروف احتجاز سيئه، بيتم تعريضه لنفس الظروف اللي الاجراءات طريقة التعامل ربما بحاجة إلى مراجعة من طرف السلطات المصرية فيما يتعلق بضحايا التجار بالبشر. اسمح لي نور أن أشرك معنا الأستاذ مينا ثابت هنا. يعني في أحدى القضايا تم كشف أن أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية متورط في عملية مماثلة. ماذا يعني هذا؟ هل وصل التهاون بمثل هذه الظاهرة والتعامل مع هذه الظاهرة حتى يتورط أحد المسؤولين الكبار في الدولة فيها؟ هو يعني بنشوفها بالناحيه دي، واحنا بنشوف انه في داخل اي منظومه اداريه وارد ان يكون في يعني فساد او في جريمه ترتكب، ودايما يكون على لزاما على الدوله انها تتخذ اجراءات محاسبه لهذا المسؤول. الاهم من ده هو انه منظمه الهجره العالميه كانت بتتكلم عن في تقريرها الاخير 2018 كانت بتتكلم عن انه اغلب ان يعتقد ان الامر بشكل غير شرعي، لكن الحقيقه هو ان اغلب احصائيات منظمه الهجره العالميه كانت بتتحدث انه اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم ناس، حوالي اكثر من 80% من احصائياتهم بتتعلق بان في ان الناس دخلت البلاد عبر نقاط حدوديه رسميه. نعم. نقاط عبور رسميه كالمطارات والمواني ونقاط العبور البريه في اغلب دول العالم. وبالتالي كان في اتجاه نحو ان يتم يعني تعريف العاملين بهذه النقاط ويتم تعريف الموظفين تدريبهم على التعرف على هذا النوع من الضحايا. هذه واحده. الحاجه الاخرى ان يكون هنالك منظومه متكامله، مش بس ان الشخص يتعرف ان هذا هو ضحيه اتجار بالبشر، لا، ان يكون هنالك منظومه متكامله حين تبدا بالتعرف على الضحيه ثم احاله هذه الضحيه للجهات المعنيه، وهي جهات امميه بالمناسبه، وتقدر والجهات الامميه بتقدر تساعد هؤلاء الضحايا او لزاما عليها انها تساعد هؤلاء الضحايا. وبالتالي بيكون منظومه متكامله بدايه من التعرف للاحاله لهذه الجهات لتقديم المساعده والدعم والتعرف عليهم انهم في زي ما قالوا انهم في صوره ضحايا وليسوا مجرمين طبعا او ليسوا متورطين في جريمه، بل هم ضحايا لجريمه. ايضا مش بقى يعني التشريعات مهمه، ولكن ايضا تطبيق هذه التشريعات مهم، تكوين ثقافه التعرف على الجريمه وتقديم العون المساعدة للضحايا، ده مهم جدا جدا جدا. وكمان أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات الأممية والحكومات المختلفة، أن يكون هناك تعاون بين الحكومات المختلفة، دي أمور في منتهى الأهمية. نعم. أعود إلى نور خليل. مين تحدث عن منظومة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى إجراءات التعويض وتفعيل النصوص القانونية، ما هو المطلوب اليوم من السلطات المصرية لمجابهة هذه الظاهرة؟ نكرر ونقول بأن هذه الظاهرة لا تشمل مصر فقط، هي ظاهرة ربما دولية، ولكن عندما نتحدث عن مصر ما هو المطلوب من السلطات المصرية؟ بالتأكيد ظاهرة الإتجار بالبشر ليست متعلقة بمصر بس ولا بالوضع في مصر فقط، وده مرتبط بوضع إقليمي ودولي ومنتشرة في دول كتير على مستوى العالم. لكن لو بصينا زي ما قلنا في البداية لأهمية موقع مصر، فده
بيخلينا نتكلم شوية عن تدابير حماية أساسية للضحايا، إن يتم تعديل القوانين تغليظ العقوبات على الأشخاص اللي بيعملوا في عمليات الإتجار بالبشر أو عمليات تهريب البشر، تغليظ العقوبات إذا كان الشخص ده مسؤول، وإن ده يتطبق بشكل عملي، إن يكون في منظومة متكاملة. يعني إحنا سمعنا عن التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر اللي المفروض نص عليها القانون 82 لسنة 2016، واللي المفروض كانت شغالة من قبل 2016 بسنتين. ده جزء كبير. يعني المهمة الأساسية بخصوص القضية دي بتقع على عاتق اللجنة، إحنا لحد دلوقتي ما شفناش أي نتائج حقيقية. جزء مهم من القضية إن المعلومات مغيبة، الدولة ما بتطلعش تفصح لنا عن إن نعم. في عمليات الاعتقال اللي حضرتك ذكرتها، طب عدد الضحايا كان قد إيه؟ طب تم التعامل مع الضحايا إزاي؟ طب هل في منظومة بتتعامل مع الضحايا ولا لا؟ تعديل القوانين ليس كفاية لمواجهة المشكلة. جزء من ده مرتبط بالتوعية، جزء من ده يعني احنا مش بنتكلم بس عن شكل واحد من أشكال الإتجار بالبشر، في أشكال كتير في أشكال موجودة في كثيرة مصر طبعا. زي زواج القاصرات القاصرات نعم. بالإجبار، والعمالة المنزلية وعمالة الأطفال وغيرها زي نعم. عمالة الأطفال، في أشكال كتيرة موجودة علشان نقدر نكافح ده، وخاصة إن اللي بيتعرض لده بشكل كبير الأطفال والنساء. هناك إجراءات إدارية ممكن نتخذها، زي إن عندنا قانون الطفل بينص على وجود لجنة لحماية الطفل في كل مركز وكل محافظة وكل حي. لماذا لا يتم تفعيل هذا النص من القانون حتى الآن؟ اللجان دي مهمتها زي ما قال الأستاذ بينا، المفروض على بناء على نص القانون هذه اللجان مهمتها إن هي ترصد وتحيل حالات التعرض للخطر من قبل الأطفال. عندنا المجلس القومي للأمومة والطفولة، ده جزء من مسؤوليته هو العمل على رصد وإحالة الضحايا. يعني لو كل جهة مسؤولة مرتبطة بهذه القضية عملت بشكل قوي إن هي نعم. يكون في حل حقيقي، هنلاقي حل حقيقي. مفيش وربما أيضا القضية في القضية في النهاية هي قضية مجتمعية، والقضايا صحيح المجتمعية مش بتحل بالقوانين قضية نعم هي بالحلول قضية الأمنية فقط. مجتمعية وظاهرة دولية أيضا، وربما هناك غياب أيضا للتنسيق بين كل هذه الجهات أو هذه الجهات التي تفضلت بذكرها. دور خليل الباحث المتخصص بشؤون الهجرة واللاجئين من القاهرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا الأستاذ مينا ثابت الباحث الحقوقي، شكرا جزيلا للحضور معنا. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة بقية فقرات هذه الحلقة، ابقوا معنا.